نفسك متقاعد سأعطيه الكلمة ليكمل الرسالة سي محمد. أخبرك طرف الوزير الأول أنا ذاك أحمد عثمان جعلينا الحق ديالنا. ما هو الحق ديالنا؟ بزاف ديال الناس كيتسائلوا ما هو الحق. الحق ديالنا وهو البوند 68. أنا كنت خدامة تما كنت مستخدمة. شوف العيالات هما الاولين هي غتحس بالعيالات. والله الا بنيتي خلينا صابونا وخلينا الغداء وخلينا كل شيء وجينا نطالبوا في هذه البطاقه اللي هي ديالنا وخدمنا عليها وفنينا فيها الشباب ديالنا. وتا واحد ما غادي يبغي يكون يخدم في الاخر يخرج طويل ما عمر 37 عام اللي خدمت. وحنا كنطلبوا هاد دير فو كتحسي بالاهانه انه عمرك في هذه الخدمه ولكن في الاخر خدمت ديك لاكارت هي اه نعم كانت من حقنا وكنا كنركبوا بها وحنا صغار وكنا ما كنركبوش بها بشادنا الخدمه ديال البلاد كنخدموا وليدات البلاد والركوب الى جينا بها الخدمه. ودابا من شدينا لا غوتريت حنا كنبغيو نمشيو على السبيطار نمشيو نتقداو نمشيو نشوفوا الحباب. وهذيك ما بقاتش في 100 درهم بقات في الهويه ديالك اللي مشات لك. ما الفلوس راه حتى واحد ما كره الزياده راه البحر ما كرهش الزياده. الفلوس راه كنخرجها نجيب انا بناتي جوج حيدوها ليا باقين كيقراو. يلا زيدي حتى البنات زيديهم علينا حنا على الراجل حتى هو ولا يخلص راه اليوم. لما تبغيو تمشيو المطلب ديالكم والمطلب كنطلبوا صدر ربي هو الاول يحقق لنا امنيه على يد هاد السيده العمده والله الوطن الملك. نيت انا ما عنديش تدقيق بهذا الدراري ديالنا ديال الخدمه راه ما كيقول لك نمشيو عندها وما كاين حتى جواب. ديما كيعطونا على فراي والحمد لله وخاصنا لاكارت ديالنا. علاش نتحرموا من لاكارت ديالنا؟ ما يمكنش نتحرموا من لاكارت ديالنا. انتوما حاميكم هاد لاكارت ديالكم وشحال هذا من عام؟ ما بركتوش معاه ما درتوش معاه باش وعينا ما كيعطوناش كاع وقت. كانت لقاءات معاهم كانوا. شنو المطلب ديالك اليوم باش عندنا لاكارت؟ لاكارت الركوب هذا الشيء اللي المطلب ديالي لاكارت الركوب. عارفين انكم ملي كتبغوا تركبوا كيقولوا لكم كيشدونا كيدونا البوليس كيشدونا الكونترات وبغي يحيدوا لنا لاكارت ديالنا الاولى وبغي يدونا البوليس كيدونا البوليس كيشوفوا البوليس حنا خدامين في الطوبيس يجريو عليهم وعلينا. يعني كتحسوا راسكم انكم كيهينوكم ملي كيجروا لكم خصوصا انتم شحال من عام انتم معاه؟ انا 25 عام وانا معاه وكنسوق الطوبيس وكنسوق الارتيكي اللي داك الجواج ما قالها ليا وكنسوق كل شيء الحمد لله 25 عام انا كنضرب 3.5 ديال الليل. لا السلام عليكم. المشكل الاساسي اللي كما قالت الاخت هو كاين واحد القانون بون ديال 68 اللي انا ذاك كنسنى عليه وزير الاول وما احترموش هاد الناس. كيف يعقل انسان ضحى واحد 32 سنه 34 سنه 35 سنه وباش كيبغي يتبدل دابا غير الهويه ديالو بانه كان خدام في واحد القطاع؟ واكثر من هذا كاين الناس المارامين اللي ما عندهم واحد اجر هزيل وكاين اللي عندها ثلاثه اربعه ديال الوليدات. تصور دابا شحال خصها يوميا تعطي لهذوك الولاد باش يركبوا وهو القانون كيخول ليها باش تطلع. ومني كتطلع كتلقى الناس دي كونترولور اللي كيبغيو يفرضوا عليها شي حوايج اللي هما غير قانون. هو داك الكونترول بعدا ما كيطبقش القانون ديالو. ما هو هو بعدا خصو يكون يعطينا شي بوند اللي هو كي ضد داك القانون ديال 68 وما كاين حتى اشكال. والقانون كيخولوا لنا حنا باش نطلعوا 5 دراهم عباد الله. واش هاد المتقاعد 5 دراهم في لاكارت وهاد الناس تجيهم صعيبه؟ انا ما فهمتش. وهاد الناس اللي هما ضحاو في النقل الحضاري راه هما اللي وصلوا الناس اللي ولاو في هاد المراتب وبدا فيه يهضموا. هاد الشيء راه حرام ثم حرام ثم حرام. واش اللي وصلكم عليه سيدنا هذا؟ شنو المطلب ديالكم الرئيسي انكم واقفين؟ الرئيسي بنتي هو لاكارت كارت بان هو قانونيا القانون كيخول لينا حنا باش هذاك البوند ديال 68 يبقى عندنا ديما. ماشي موت يعني هذا ظلم في حد ذاته. واش هذا واش هو هذا القانون ديال واش هذا هو القانون اللي وصى عليه سيدنا باش يحترموا الناس المتقاعدين؟ هذا هو الكفء ديالهم هذا هو الجزاء ديالهم. بطاقه شحال كتسوى 5 دراهم؟ اللهم انا هذا منكر. وكنطلبوا حنا من الناس الوصيين باش يدخلوا ويسولوا الامور. حنا عارفين بان الناس هما راه هادشي راه كيضرهم في خاطرهم ولكن ياخذوا بهادشي بايجاز وياخذوا بواحد بالعاطفه. راه كاين الناس مساكن كيضحيوا، راه كاين المسكين المراه كيموت لها الراجل، شحال كيبقى لها في هذا الصالير ديالها؟ شحال كيبقى لها في هذا الصالير ديالها؟ ملي غيولي واحد طلع
طلع وتخلص شحال غيبقى لي في الصالير ديالو؟ الصالير ضعيف والصالير كاين مسكين ضعيف. ولا اله الا محمد رسول الله. قاسمي جيلاني سابقا كاتب عام النقابة ديال عبوان ومستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضاري الدار البيضاء ونواحيها. هذه الوقفه ديالكم المطلب؟ السبب يمكن عده اسباب، ولكن السبب الاول واللي احنا واقفين عليه بصدده وهو البطاقه ديال الركوب المجانيه في جميع الحافلات وجميع الخطوط وخارج الدار البيضاء، حتى الخطوط خارج الدار البيضاء. هذاك حقنا ماشي غادي يصدقوا علينا، كاين في القانون الاساسي، لان عمال الوكاله المستقله للنقل الحضاري بالدار البيضاء عندهم قانون اساسي يعني ديال الوظيفه العموميه، وهاد البطاقه كاينه في البون 68 اللي تعطينا حق في استفاده بعد الخروج ديالنا للتقاعد، الحاله ديالنا للتقاعد. اللي ما يخطر لكم بطاقه شنو تبغي تقول للمجلس المدينه او الناس المسؤولين؟ تنطلبوا من الناس المسؤولين، الناس ديال مجلس المدينه، الناس ديال الولايه، ماشي شركه هي داخله على تسيير المفوض. واش عارفه تسيير المفوض شنو هو المعنى ديالو؟ تسيير المفوض وهو تتبقى الوكاله المستقله للنقل الحضاري هي المسؤوله، لان علاش حنا تابعين المديريه العامه ديال الوكالات والمصالح ديال الامتياز للمقر ديالها في وزاره الداخليه. اليوم بغيتوا البطايق ديالكم نرجعوهم لكم؟ لا ما بغوش يشدوهم لينا. ملي كانت الوكاله تتعطي البطاقات تيخرج لنا التقاعد تعطيه فيها متقاعد وتبقى يستافد من الركوب، امتنعت ما اعترفتش فينا. وحنا الاولين، حنا موالين الوكاله، لان صحتنا مشات في اطار العمل ديالنا اللي كان شاق، كنا تنركبوا طلبه، كنا تنركبوا المواطنين العمل ديالهم والمآرب ديالهم، وكنا تنشاركوا حتى في المركب محمد الخامس ملي تيكون شي ديربي، يعني تنقلوا سواء في الذهاب ولا في الاياب باش ما يبقاش الجمهور والاكتظاظ. لا شكرا.